اللي يقول المويه الحاره ما تنفع هذا واحد بالاثبات جرب المويه الحاره على الصبح، شوف ايش يقول. عندي السكر وانا صايم 250، بعد الادويه وهناي صار يعني مع الادويه بينزل لين 150. صرت استخدم المويه الحاره الصباح على الريق، اسخن المويه لين تغلى، بعد لين تدفى يعني تتشرب، اشرب من كوب لاثنين، واهم شيء ما اكل شيء ولا اشرب حاجه بعدها لمده ساعتين. بعد الاسبوع الثاني حصلت ان السكر صار ينزل لمستوى طبيعي، بطلت اخذ حبوب سكر. يعني مويه دافيه. مويه دافيه بس تسخن، الغرض من تسخين المويه انه يدخل الهيدروجين. يروح الاكسجين، يطير ايوه الاكسجين يبقى يبدا الهيدروجين. الهيدروجين. ممتاز. ده الهدف منه. بعد اوكي. اهم شيء المداومه 30 يوم. 30 يوم دي شهر. اهم شهر. ايوه. الله يعطيك العافيه الله محمد. يعافيك. هذا هو هنا شاهد. الحين المويه الحاره اهم شيء. يعني يسموها هوت اور وورم، ايوه. دافي او حار. اما بارد انسوا لا الموضوع لا حق الثلاجات. الله يعطيك العافيه.